الله يمسيكم بالخير جميعا يا مشايخ. المتأمل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن وساعات العسرة يجد أنه أشد ما يكون فعلا حسن ظن بالله ويقينا به جل وعلا في ساعات الضيق. تخيل النبي يخرج من أرض مكة إلى أرض المدينة حتى إن أرض قومه لم تقبله عليه الصلاة والسلام أخرج منها، ثم إذا بسراقة يدنو من رسول الله طامعا بأنفس أموال العرب التي وضعت على العالميات برسول الله، فيلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يفيض باليقين بربه فقال: يسرك أن يسورك الله بسواري كسرى. النبي لا يملك ولا الأرض التي يسير عليها، فكيف يعده بهذا الوعد الكبير؟ هذه قلوب لا تؤمن بالماديات حسب ولا تنظر إلى ساعة زمانها التي تعيشها، وإنما تنظر إلى أن نصر الله سيكون حليفا لمن نصره، وسيأتي الله عز وجل بنصره لمن كان الله عز وجل لمن كان مع الله، فسيكون الله عز وجل معه. سبحان الله العظيم، تنظر إلى الأئمة الذين كتبوا أسماءهم في سماء المجد وما زالت سيرهم ساطعة كسطوع الشمس، وأخبارهم تهب هبوب الريح في كل موطن كالإمام أحمد وغيره من الأئمة، تجد أنهم ولدوا في أيام صعاب جدا وساعات عسيرة بالغة العسر رضي الله عنهم ورحمه، ومع ذلك ما زال لهم لسان صدق في الأمة. حتى إن ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ذكر أن الشافعي كتب كتابا لأحمد وأرسله مع تلميذه الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى جميعا، فذهب به من أرض مصر إلى أرض بغداد، فجاء إلى أحمد وقد انفتل من صلاة الصبح فأعطاه كتاب الشافعي فقرأه، فبكى أحمد فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: إن الشافعي يبلغني السلام ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له إنك ستدعى إلى القول بخلق القرآن فإياك أن تجيبهم، فإن الله عز وجل سيجعل لك علما إلى يوم القيامة. أحمد ما رؤي في تلفاز ولا شهد في قناة ولا سمع له تسجيل، ومع ذلك ما زال ميراثه يولد في كل جيل ورعين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، العاملون لدين الله وحراس حدود الله عز وجل، نصرهم من الله لا من خلقه، وتأييدهم من السماء لا من الأرض، ومن كان الله عز وجل معه فكل شيء معه، ومن لم يكن الله معه فلا شيء معه. ابن مري الحنبلي يكتب رسالة إلى تلامذة ابن تيمية، وكان ميراث ابن تيمية يحارب محاربة الجيوش إلا أن ما كان لله عز وجل بقي، فإذا بابن تيمية رحمه الله تعالى في بطن الأرض، تمر السنين وتمضي الأعوام، فيقول حمد ابن مري الحنبلي رحمه الله إلى تلامذة ابن تيمية رسالة مفادها: والله إن شاء الله ليقيمن الله عز وجل لميراث هذا الرجل رجال هم في أصلاب أبائه، فمضت السنين وانصرمت الأجيال، فسخر الله له ابن قاسم رحمه الله تعالى يطوف الدنيا شرقا وغربا يبحث عن كل حرف في كل زاوية لابن تيمية رحمه الله تعالى وما دونه وسطره، حتى بقي السنين عددا وهو يجول الدنيا ويقطع الفيافي يبحث عن كل حرف كتبه هذا الإمام، حتى وإن كان في جحر ضب لانتزع رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا. من الذي سخر هذا المخلوق لهذا المخلوق وجعله يجاهد حتى ينال أكبر قدر من ميراث هذا العالم الحاضر رحمه الله تعالى؟ إلا ما وقر في قلبه من الصدق مع الله ونصرة دين الله والقيام على حراسة حدود الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة البغي، ولا يخفى على شريف علمكم أن الزنا في رواية عن أحمد هو من أكبر الذنوب بعد الإشراك بالله جل وعلا، بل لم تكن تزني فحسب، بل كانت تتكسب بزناها صلى الله السلام والعافية، ثم إذا بها تسقي كلبا فيغفر الله عز وجل لها ويدخلها الجنة لما قام في قلبها من إخلاص، كما قرر هذا المعنى ابن تيمية في المنهاج. طيب، هذه سقت كلبا فغفر الله لها، فمن سقى الناس دين الله ما ظنكم الله عز وجل صانع به والله غفور شكور. سبحان الله، في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلف في الجنة يغصي شوك أزاحه عن طريق المسلمين، من أزاح المعاصي عن سبل المسلمين وأبعد البدع عن طرقهم، ما ظنكم الله عز وجل فاعل بصنيعه؟ العاملون لدين الله عز وجل لا يضيع جهدهم عند الله متى صدقوا مع الله تبارك وتعالى. إن أغلى أيام عمر الإنسان وأثمن ساعاته هي التي يعيشها لله جل وعلا. اهتز لموته عرش الله ونزلت ملائكة السماء تحضر جنازته، ويسارع النبي الخطى في يوم موته حتى لا تسبقه عليه الملائكة، ومن دنو في الجنة خير من الدنيا وما فيها عطايا، والله الذي لا إله غيره لا يخرج القلب من فم الإنسان حينما يسمع أي مناقب لهذا الرجل وهو سعد بن معاذ، ثم تتفاجأ أنه ما عاش في الإسلام إلا 6 سنين، لأن الإسلام لمن صدق لا لمن سبق. أختم
نفهم هذا أيها الأحبة، أن العاملين لدين الله سبحان الله العظيم لهم قدم صدق في الأمة متى ما صدقوا مع الله. وأذكر بهذا المناسبة ذلك الاستنباط الدقيق الذي ذكره الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، بعيدا عن صحة هذا الاستنباط أو عدمه، أنه رحل إلى الهند فالتقى بشيخ يقال له محمد بن يعقوب، فذكر علة عدم موت خالد بن الوليد شهيدا، مع أنه قاتل وما زال رضي الله عنه وأرضاه يقاتل ويقاتل وخاض معارك عددا، ومع ذلك ما مات إلا على فراشه. فقال محمد بن يعقوب: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خالد هو سيف الله، ولقبه بسيف الله، وسيف الله لا يكسر ولا يقتل. فقال الشيخ عبد الفتاح بعد أن سمع هذه الفائدة التي يصب عسلها ويفوح عبقها، قال: هذه تعدل رحلة عندي، رحمهم الله تعالى جميعا. سبحان الله العظيم، الإنسان كلما عمل لدين الله جل وعلا كلما فتح الله عليه من أبواب الخير والسكينة والطمأنينة والثبات ما لا يخطر له على بال. والله غفور شكور. جزاكم الله خير يا مشايخ.